بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا متابعينا في الدرس 16 من دروس تعلم الـ HTML لتصميم مواقع الإنترنت. حنركز اليوم في درس على الـ HTML Images، كيف إنه إحنا نضمن الصور في داخل صفحاتنا ومواقعنا الإلكترونية. اليوم الـ Image تعتبر هي المصدر من المصادر الرئيسية في محتويات المواقع الإلكترونية، وفي درس سابق تكلمنا كيف نجذب الصور وتكون الصور عبارة عن صور مجانية وصور لا حقوق على استخدامها، يعني فيني استخدمها واعيد استخدامها في اكثر من موطن بدون اي مساءلة قانونية في هذا الموضوع. بترجعوا للدرس السابق اللي تكلمنا فيه وممكن تجدوه في صندوق الوصف. طيب نبدأ الآن نتكلم عن الاوتلاين هنشتغل فيه في هذا اليوم. بنتكلم اولا مقدمة عن موضوع انواع الصور. بنيجي بنتكلم عندي مجموعة متنوعة من الصور، وكل صورة إلها نوع وإلها إكستنشن معين أو إلها اللي هو امتداد. هذا الامتداد بيعبر عن نوع هذه الصورة. إحنا حنسردهم سرد ومش في موطن نعرف إيش الفرق بين هذه الصور وهذه الأنواع من الصور، إلا نكون في درس آخر نتكلم في هذا الموضوع وفي موطن آخر. اليوم أنا حتكلم على اعتبار أنه أنا بدي أتعامل مع الصورة أيا كان هذه الصورة وأيا كان نوع هذه الصورة. يعني أنا بنتكلم قاعد أنا بدي الصورة باسمها ومحتواها وخصائصها، حتكلم في خصائصها إن شاء الله في خضم هذا الدرس. طيب إيش أنواع الصور حتى ما يصيرش التباس عندي وأنا بأجذب الصورة؟ يعني إذا الصورة كان في عندها APNG، هذه عن عبارة عن Animated Portable Network Graphic. في عندي صور Graphics Interchange Format GIF. في عندي صور Microsoft Icon امتدادها ICO أو .CUR. في عندي امتدادات اللي هو JPG والJPEG والGIF، كل هذه عبارة عن امتدادات موجودة ومتاحة فينا نستخدمها. في PNG برضو مشهور، في SVG اللي هو Scalable Vector Graphics. إحنا الآن في استخدامنا للغة الـ HTML فينا نضمن هذه الأنواع مجتمعة في داخل صفحة واحدة، يعني ما علينا إلا أنه نجيب الصورة من مصدرها وتكون الصورة هذه مكتوبة بامتدادها. يعني مهم جدا يكون اسم الصورة قبل هنا اسم الصورة، بنتكلم على اسم الصورة XYZ مثلا أو CYC مثلا، أيا كان الاسم بنحط اسم الصورة ومصدر الصورة، وين الصورة موجودة وين الصورة مخزنة، هنا اللي حيكون التركيز عليه. طيب تعال نبدأ الآن نتكلم في الموضوع، في موضوع كيف نجذب الصورة ونضعها في صفحتنا ونعمل على أساس المتغيرات أو الخصائص اللي موجودة في داخل الصورة، منها السورس والالت والويدث والهايت والتايتل. هذه خمسة أتريبيوتس موجودة حنتكلم كيف نستخدمها وكيف إحنا يعني نخرج الصورة بشكلها الأمثل. حنتكلم برضو كيف إحنا نكون عند الصورة موجودة في مجلدات داخل موقعنا، وكذلك كيف ممكن نجعل الصورة عبارة عن رابط، إنه أنا الآن الصورة هذه بمجرد ما أقف بالماوس عليها توديني أو تمكنني إني أصل للمكان اللي أنا بدي أصل له. آخر شيء حنتكلم في الإيمج فلوتينج، كيف أنا أدمج الصورة مع النص في إطار مستقيم أو في إطار منسجم ويكونوا بجوار بعضهم البعض، واحد يكون على اليمين واحد يكون على اليسار، وحنتكلم في الكلام هذا. إذا أسعفتنا هذه المحاضرة إنه نغطي كل النقاط هذه فلتكن محاضرة واحدة، وإلا ممكن أن نقسم هذا الموضوع إلى محاضرتين. يلا تعالوا نكمل في هذا الموضوع. طيب أول شيء تعالوا نحكي، بدنا نفتح ملف HTML، بنعمل التاب، بنروح على التايتل زي ما تعودنا، بنقول الايمجز ايمجز ان اتش تي ام ال، او ممكن نقول هنا ليرن ايمج تعلم الايمج او ليرن ديزاين ايمج ديزايننج ايمج ان اتش تي ام ال. طيب ممتاز، احنا مش حنصمم بمفهوم التصميم بقدر ما انه نضمن تصاميم موجوده او صور موجوده داخل موقعنا. طيب تعال نشوف، احنا اول شيء بدي اجيب انا صوره. في درس سابق، وهنا برجع مره ثانيه بتكلم الدرس السابق فينا نرجع له، قلنا انه في امكانيه نجذب الصور من مصادر مختلفه. اي نعم فينا نجذب الصور من مصادر مختلفه. انا على مستوى الشخصي جبت الصور وضمنتها في المجلد هذا، هي انا عندي مجلد الموقع ليرن HTML. في داخل هذا الموقع او في داخل هاي، لاحظوا معايا هاي تقسيمه الموقع، انا الان واقف عند مين؟ عند هذه الملفات اللي هي ملفات موقعي، هذه صفحة 2 3. في جوار هذه الصفحات في عندي مجلد أسميته Images، حتى يتم ترتيب المحتوى ترتيب سليم أصبح بضع موقعي كله بمحتوياته وصفحاته داخل مجلد، حتى ما يصيرش عندي
شوشره في البيانات وتوه عندي بياناتي، لا يجب اني انا اعمل تصنيف. عندي ايمج بحطها في الصور، عندي ايقونات بحطها في الايكونز فولدر، عندي فيديوهات بحطها في الفيديوز، عندي ستايل شيت او عندي اشياء اخرى خطوط ما الى ذلك، باضع مجلد واضع في هذا المجلد المحتويات حسب التصنيفات المختلفه. اصبح هنا بنتعلم درس مهم جدا، الا وهو ترتيب الملفات الموقع تبعي بالطريقه اللي احنا شايفينها امامنا هنا. ندخل على الايمج، في داخل الايمج اذا كان انا في عندي تصنيفات في داخل الايمج ممكن احط التصنيفات في داخل الايمج، احط يونيفرسيتي، احط كورسز، احط مجلدات متنوعه. في داخل هذه المجلدات اضع مين؟ اضع الصوره. انا الان بدي اتكلم معاكم في هكذا مستوى كيف بدنا نتعامل مع الصور، على اعتبار ان الصور هذه انا جربتها من وين؟ جربتها من مصادرها المتنوعه والمجانيه. الان كيف انا بدي استخدم هذه الصور اجلبها عندي على الموقع تبعي؟ لاحظوا معي هنا في نيتشر، هنا في عندي ستودنت باركينج ايوان. في نقطه مهمه انا قبل ما انتقل على الكود تاع ال HTML، مين يقول لي الصور الامامي وين امتدادها؟ انا اليوم ما بعرف ايش الامتداد تاع الصور هذه لانه مش واضحه عندي على الشاشه. طب كيف بالطريقه المثلى ان انا اعرف الصوره هذه ايش امتدادها؟ عندي اكثر من طريقه. لاحظوا انا وقفت في السهم وين؟ على الصوره. ايش ظهر عندي؟ item type. هيا لاحظوا معايا ايش ظهر عندي؟ jpg file. اصبح اليوم امتداد هذه الصوره jpg، وحتى الدايمنشن تاع الصوره وحجم الصوره السايز تاع الصوره واضحين عندي في البيانات في الديسكريبشن الموجود عندي على اعلى هذه الصوره. طيب الطريقه الثانيه بضغط بالزر الايمن وبروح على البروبرتيز على الخصائص تاعت الصوره. ايش خصائص الصوره؟ لاحظوا معايا هنا اصبح تايب اوف فايل، امتداد الصوره او نوع الملف هو جي بي جي، هي امتداده دوت جي بي جي، اوبن وذ فوتوز او في برامج اخرى ممكن نفتح من خلالها. الحجم تاع الصوره بنتكلم على الدايمنشنز، ممكن يكون في الديتيلز عندي هنا هاي الدايمنشنز. الويدث تاعت الصوره 639 بكسل، والارتفاع الهايت هي عندي 425 بكسل، وعندي بيانات اخرى هذه موجوده كلها في اطار الديتيلز او الخصائص الخاصه بالصوره ووصلت لها كما شفتوا توي. طيب الشغله الثالثه واللي احنا بننصح فيها كل المبتدئين يشتغلوا عليها انه احنا نعدل من خلال نافذه الويندوز وتعطينا امكانيه التعديل على الخصائص تاعت النافذه، حتى تعطينا امكانيه انه نعرض اسم الصوره بجوارها يكون امتدادها. كيف الكلام بده يتم؟ من خلال فيو. لو اجينا على فيو هنا بنيجي عندي الفايل نيم اكستنشن، لاحظوا انا هذه ميزه موجوده عندي او خاصيه موجوده عندي الويندوز بمكنني منها حتى ان انا افعلها، وبمجرد ما فعلناها طلعنا شفنا اصبح وجدنا انه هذا الشعار لوجو غزال دوت بي ان جي، هذا دوت جي بي جي، هذا دوت جي بي جي، وهيهم كلهم تقريبا ما بين جي بي جي وبي ان جي. وهذا احنا بنتكلم هنا قدرنا انه من خلال الشرح اللي شرحناه نتعرف على نوع الصورة ونتعرف كيف نخزن الصورة وكيف نرتب ملفات موقعنا. طب يلا نستخدم الصورة حتى ندمجها او ندمجها في داخل موقعنا. نرجع على السبلايم تكست، هاي الاديتور تبعنا، بنتكلم اول تاج احنا ويجب ان نحفظ هذا التاج الاي ام جي رمز الايمج، هذا بري ديفاين تاج بمكنني ان اجلب الصورة. وقلنا هنا في نقطة مهمة جدا، الايمج ما فيش فيه كلوز تاج، هو تاج واحدة بدون كلوز. وفي ايضا اتريبيوت مهم جدا السورس، هذا اهم شيء وهذا باي ديفولت يجب ان يكون موجود معنا في اي ايمج تاج. لماذا؟ ايوان لما بدي اجيب ايمج وضعت الايمج بدون سورس ايش حيظهر عندي؟ nothing، ولا شيء. يجب ان انا اقول ايمج واين مكان الصوره، لانه انا بدي اجذب الصوره من المكان المخزنه فيه. اصبح السورس حيحتمل الباث او المسار المخزن في الصوره اللي انا بدي اجيبها احطها في موقعي. طيب وين انا خزنت الصور زي ما تو شفنا؟ خزنت الصور في المجلد تبع الايمج. انا لاحظوا معي وين واقف؟ هاي بدي ارجع هنا. لاحظوا وين واقف؟ واقف على الليرن اتش تي ام ال، صفحه اسمها صفحه images.html. حتى نتاكد مره ثانيه، هين انا وين واقف؟ ليرن اتش تي ام ال هنا في داخلها، مش انا مش داخل الايمج، انا بالضبط واقف انا هنا. اليوم انا بتكلم في السبلايم تكست،
النص اللي انا بشتغل عليه، المحتوى تاع ال HTML وين موجود؟ موجود هنا، اصبح على المجلد Learn HTML. اصبح لما بدي اصل لمسار الصورة يجب اني اصل للImages فولدر، وادخل في الImages فولدر اصل للصورة اللي انا بدي اعرضها. ايش الصورة اللي بعرضها؟ مثلا Student مثلا، او بدي اعرض الصورة هذه Training Courses. هاي بنعمل هنا Rename حتى اعمل كوبي لإلها وناخذها كما هي، نعملها كوبي وناخذها كما هي. طيب بنرجع على الكود هنا، بنعمل سلاش، بنيجي بنقول اسم الصورة اخذناه كوبي دوت جي بي جي، وهيك بنعمل سيف. الآن نشوف ايش صار معنا في الموقع تبعنا. بفتح الصورة، هنا اجينا على هاي ايمج، اصبح شفته، اصبح جبنا الان، طلعت معي الصوره بالطريقه اللي هي امامنا موجوده. لاحظوا الان قديش حجم الصوره كبيره طولا وعرضا. لو بدي اضبط الان طولها وعرضها ايش بسوي؟ باختصار شديد باجي انا هنا جنب السورس بقول الويدث تبعي بدي يكون مثلا بدي عرضها 100%، تكون عرض الشاشه، وهذا حتى يكون ريسبونسيف افضل، يعني يكون مستجيب، لانه قديش انا بكبر الشاشه بتتوسع معايا على حسب كبر عرض مين؟ عرض الويندو اللي انا بدي افتحه. طيب الارتفاع، انا بدي اقيد الارتفاع، بدي اخليه 150 او 170 بكسل، وهيك انا بكون انا صغرت الشاشه او صغرت الصوره حتى تكون زي الهيدر. شايفين كيف محلاها؟ اصبح هيك افضل، ولكن بدي ازيدها حتى يكون في عندك تمديد افضل، بنقوله 250 ممكن او 270 بكسل. انا 270 بكسل، ونشوف ايش اللي بصير هنا في الموضوع. ايوه شفتوا ايش صار؟ هيك صار ترتيب افضل. قدرنا اليوم من خلال ايمج تاج ومن خلال السورس والويث والهايت نحط الصوره اللي امامنا موجوده وين؟ موجوده امامنا في هذه النافذه. طيب نرجع نكمل، انا عندي هنا نقطه صغيره الا وهي التايتل. لو بدي اضيف تايتل هنا حتى اقول التايتل والالت، حتى بالمناسبه نقول الت، وقلنا الالت هو عباره عن alternative text، يعني النص البديل عن مين؟ عن الصوره. مين بيستخدم الالت او وين ممكن نستخدم الالت؟ بنستخدم الالت لو كانت الصوره فيها مشكله في التحميل، مش متحمله، المحتوى اللي موجود في الالت تاج حيظهر عندي وحافهم انه هذا مكان الصوره. نيجي نقول هو عباره عن ايش؟ كفر، كفر اوف غزال ويب سايت. هاي نعمل كفر غزال ويب سايت، وبنيجي هنا في عندي ايش اسمه تايتل، حتى نميز ايش الفرق بين التايتل وبين هذه. هاي غزال ويب سايت. الان حنشوف ايش الفرق بين التايتل وبين الالت تاج. افتح هنا وتعال شوف الان، اجي اوقف على الصوره. لو وقفنا على الصوره الان شويه حيظهر عندي اللي هو التايتل تبع الصوره. ليش ما ظهر؟ مفترض يكون ظهر، بنشوفه في مكان ثاني مش مشكله. ولكن ايش بدي اسوي في الالت؟ لو اجيت انا غيرت امتداد او غيرت مثلا شيء بسيط في الصوره، وجينا هنا فتحنا الصوره هنا بنغير شيء بسيط، غيرنا وهنا حفظنا، بنيجي الان على الصوره، افتح الصوره. ايوه ايش ظهر عندي؟ كفر اوف غزال ويب سايت، هذا هو الالت. الالت بيظهر قلنا اذا كانت الصوره فيها وقت او بتاخذ وقت في التحميل وانا مش عارف ايش المحتوى هذا. هذا واحد. الاستخدام الاخر في الاكسسبيليتي للناس الكثيفه، اللي بده يجي يقرا من خلال قارئ الشاشه بيقرا الصوره من خلال الالت، فبيقرا الالت فبيعبر عن الصوره بالنص للمستمعين. والشغله الثالثه اللي قلنا فيها لها علاقه في موضوع الاورجانيك سيرش، وكيف احنا نعزز مفهوم التفسيرات الخاصه بالصور لمحركات البحث. بقي عندي بس موضوع التايتل، انا صراحه مفترض انه نشوفه امامنا هنا، ولكن في خلل صار انه الصوره كبيره ممكن تكون بطريقه او باخرى. هاي تايتل غزال ويب سايت، وبعتقد انه يجب انه نشوفها وتكون احنا قدرنا انه نتعرف على كل هيو. شفتوا كيف؟ هي غزال ويب سايت، هي ظهرت مع مين؟ مع وقوفنا على الصوره من خلال المؤشر او بجوار المؤشر. بنقدر اليوم نكتفي بهذا القدر من المعلومات. انتظرونا في الدرس القادم، حنتكلم اكثر، حنتكلم انه كيف نرسم مجموعه من الصور جنب بعض، كيف ندمج الصور مع النصوص ويكون في عندي فلوتنج في الموضوع، حنعمل كيف نعمل رابط لموضوع الصوره وتكون الصوره عباره عن لينك كما النص اخذناه في السابق انه يكون لينك.
نكتفي بهذا القدر، نتمنى تكون قد استفدنا. أي ملاحظات لا تنسوا تتواصلوا معنا وتسألونا، وإن شاء الله الأمور تكون على ما يرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.